كويزز في صفحة السيرش كويز. اول صفحة دي بقدر ان انا اسيرش في الكويزز اللي انا اوريدي عملت لها كرييت، بقدر اسيرش في الاكاديميك يير او لمرحلة معينة او لجريد معين او لكلاس وسكشن، وبقدر اسيرش في الديت بتاع الكويز او النيم. افترض ان انا عاوزة اسيرش على كويز اسمه تيست 3، بكتب الاسم بعمل سيرش. هنا جاب لي تيست 3. تاني حاجة احنا هنبتدي نكريت مع بعض كويز. بيجي من هنا بعمل اد كويز. في اد كويز انا عندي كذا حاجة بحددها. اول حاجة في حاجة اسمها الكويز ديت. الكويز ديت دي عبارة عن الكويز ديت ده في يوم امتى، الستارت تايم بتاعه يعني انا عاوزاه الساعة 8 الساعة 5. ممكن احدد له ديوريشن، يعني اخليه مثلا 30 دقيقة او ساعة. الديوريشن دي بتكون ان منت. في اوبشن عندنا اسمه اكسكلود اوف لاين تايم، ده عشان النت لما يقطع بحسب الوقت ده معايا في الكويز ولا لا. بعد كده ببتدي احدد الكويز ده لانه جريد، وبعد كده بحدد الكلوسز اللي انا هبعت لها الكويز دي، والمادة دي الكويز ده في انهي مادة بالظبط مثلا. وكمان ببتدي احدد التيتشر اللي عمل الكويز. هو باي ديفولت بيكون واقف على الكرنت يوزر او الكرنت تيتشر يعني. بعد كده ببتدي اكتب الكويز نيم وكويز ديسكريبشن، وممكن احط للكويز صورة او ما احطش. هاجي هنا احط صورة للكويز نفترض دي. بعد كده عندنا الكونفيجريشن بتاعت الكويز ذات نفسها. اول اوبشن ده اللي هو only one question in page، ده الاوبشن ده لو عملته بترو معنى كده ان انا بقول ان في كل يعني عاوزة الصفحة الواحدة يظهر لي فيها سؤال واحد. لو عملت نو يعني ما عملتش عليه صح، ده بيقسم لي الكويز عبارة عن سكشن، وكل سكشن يعني سكشن بيظهر الاول بعد كده سكشن التاني بعد كده سكشن التالت، وكل سكشن بحدد فيه مجموعة من الاسئلة. فاحنا هنجرب التو سيناريوز. اول حاجة ان احنا مثلا نعمل only one question in the page. بعد كده الستيتس بتاعت الكويز ده عاوز اول ما اعمل سيف يببلش للستودنت ولا لا. في اوبشن هنا اسمه اوتو جريدنج، يعني بمجرد ما الستودنت يحل الامتحان يبتدي يتصحح اوتوماتيك. في هنا الكويتشن اوردر، يعني انا عاوز الكويتشن ده بترتيب معين او باختلاف ترتيب من طالب لطالب. بعد كده عندنا تو اوبشن، يا اما نعمل سيف يا اما نسيف ونكمل بقيه الستبس. عندنا هنا في كمان الكويز سكور، نفترض ان نحطها 20. دخلت لنا على صفحة الكويتشن. هنبتدي بقى نحط الكويتشنز اللي على مستوى الكويز. عندي تو اوبشن. اول اوبشن ان انا اقدر اكريت كويتشن بايدي من بداية او اجيبه من كويتشن بانك. هنجرب اول حاجة ان انا اكريت كويتشن. اول حاجة هنا عندنا في الكويتشن ان انا بكتب اسم السؤال. كده بحط السكور بتاع السؤال بتاعي، انا عاوزاه من 10 من 5 على حسب مثلا 5.
كده عندي بعد كده عندي لو انا عاوز اعمل اي ريمارك على الكويتشن ده ببتدي اكتبها details to the question. بقدر ان انا احط صورة للسؤال او لا، طبعا انا احط صورة كده. عندي بحدد نوع السؤال ده، هل السؤال الإجابة بتاعته هتكون MCQ ولا True False ولا Easy. أول حاجة اللي هنجرب مع بعض طبعا التلاتة Option، هنجرب مع بعض أول Option اللي هو MCQ. هنقول مثلا Answer 1 هنا، Answer 2 هنا، Answer 3 answer 4. بعد كده عندي في اوبشن هنا اسمه add to question bank. add to question bank ده مجرد ان انا عملت تشيك ببتدي ان انا احدد انا عاوزه السؤال ده يبقى عندي في الكويتشن بانك، وبحدده هو في انهي تشابتر. انا لو اخترت مثلا تشابتر معين اللي هو تشابتر 6، وهنا طب برضو بقدر ان انا اعمل السؤال ده الاوردر بتاعه ايه، اخليه واحد كده، نعمل سيف. زي ما شفنا كده السؤال اللي احنا عملنا له كرييت ظهر لنا هنا في الجريد ده، اول سؤال في الكويز ده. هنكريت واحد مع بعض تاني، true false مثلا، مش عاوزة احط له صورة، هحطه هعمله ترو فولس وهختار ترو، ومش عاوزة احطه في الكويتشن بانك. يبقى احنا كده اخترنا السؤال، بعد كده السكور، وحددنا التايب بتاعه وعملنا سيف. بعد كده انا عاوزه اضيف سؤال تاني، بس المره دي هيكون من الكوتشن بانك، فهضغط هنا اد فروم كوتشن بانك، هيظهر لي الحاجات اللي في كوتشن. هو انا عندي هنا سؤال واحد بس في الكوتشن بانك اللي هو انا لسه اوريدي مضيفه، فمش هضيفه تاني، بس بكل سهوله انا هضيفه وامسحه عشان ما ينفعش اضيف السؤال بس مرتين. هعمل كده ايد وعمل ايد يس اوكي. السؤال اتضاف لي اهو. هو ده السؤال اللي انضاف لي. احنا ممكن حتى عشان نفرق ما بين ده من كوتشن بانك وده السؤال اللي عندي، ان انا هكتب من فروم question bank. هنعمل سؤال مع بعض تاني اللي هو التايب بتاعه essay مثلا، describe صورة.
بتاعه مثلا 4 وسيف كده. التايب بتاعه السي. فاضل هنضيف سؤال تاني برضو سمي مثلا في اوبشن عندنا هنا في الام سي كيو ان انا ممكن احط الانسر بتاعي، وكمان ممكن ابلود صوره في الانسر، ممكن احط صوره ممكن ما احطش، يعني انا هسيب واحد من غير ما احط فيه برضو. وهختار انهي اجابة هي اللي عندي صح، مثلا على افتراض ان هي answer 1 هعمل سيب. انا كده بالنسبة لي عملت كرييت للكويز. بعد كده انا هروح اشوف الكويز اللي انا عملت له كرييت، هو ده الكويز نيم، ده مبعوت لاولى اعدادي للكلاس A و B، وده الكويز تايتل، وده الاكاديميك يير اللي كرييت فيه. وهو هنا هنا بقدر من هنا اخش على الكويتشن على طول من بره. او هنا بقدر اعمل كوبي للكويز، هنشوفها مع بعض بعدين. وبقدر اديت في الكويز تاني، انا عايزه ازود مثلا السكور بتاعه الكويز اخليها 21 بدل 20، وهنا هضغط سيف هيطلعني بره. طيب انا كده مثلا اتاكدت ان انا تمام، الكويز بتاعي تمام ورجعت كل حاجه فيه، عاوزه ابتدي اعمله ببلش للستودنت، فهضغط هنا ببلش. كده الكويز ده المفروض ان هو ببلشد على الستودنت. هنبتدي بقى نشوف جزء الستودنت الكويز هيظهر له ازاي. ده الكويز اللي انا عملت له كرييت، انا هخلي الطالب يجاوب. Thank you.
نروح بقى نشوف السبميشن اللي حصلت على الستودنت. هنا في حاجة اسمها سبميشن، ده بيقول لي كام واحد عمل سبميشن من كام، يعني 2 ده هو كده الكويز ده اتبعت لطالبين وواحد هو اللي عمل، هو واحد هو اللي عمل سبميت للكويز ده. هنبتدي يعني ندخل جوه هنا ونشوف شاشة السبميشن. شاشة السبميشن دي بتجيب لي اول حاجة هنا انفورميشن عن الكويز، وبيجيب لي الطلاب اللي تم ارسال ليهم الكويز، وهنا في حاجة اسمها شو ريزلت تو ستودنت، ديت لو بعد ما صحح الامتحان بقدر ان انا اقول ابين النتيجة دلوقتي للطالب ولا بعدين. في اوبشن هنا اسمه الاوتو كوركشن. الستودنت اللي عمل سبميت هنلاقي الستيتس بتاعته سبميتد. طبعا ممكن هنا افلتر بالستيتس، هنا انا عاوزه بس الناس اللي عملوا سبميت، او ممكن افلتر باللي ما عملش سبميت. تمام. طيب انا دلوقتي هجيب كله، بقدر طبعا برضو افلتر بالكلاس اللي الطالبين دول في كلاس A مش B، B مش A. طيب انا هنا وبيقول لي هنا شو ريزلت ستودنت، لا هو دلوقتي الطالب مش شايف النتيجة، والامتحان ده اتصحح ولا لا. فهنا مفيش ولا امتحان اتصحح. لو كنا عملنا الامتحان اوتو جريدنج كان اتعمل هنا صح، ان هو حصل له تصحيح. الطالب اللي عمل سبميت بقدر اقف على الطالب وبدخل على الشاشة من جوه، وباجي هنا اللي بيديني انفورميشن عن الستودنت والكويز، وبعد كده هنا دي اجابات، هنا السؤال بيجيب لي السؤال واجابة الطالب، وهنا الموديل انسر ايه، وده السكور بتاعه، واقدر احط السكور اللي انا عاوزاه. وهنا برضو نفس الكلام. طيب انا مش هحط درجات، وهنجرب مع بعض الاوبشن اللي هو اوتو كوركشن. انا هيجي على الطالب ده وهضغط هنا، مفروض كده لو دخلت على الطالب ده الاقيه اتصحح لي، اتحطت لي الانسر بتاعه. هنا اول سؤال هو كان مجاوب answer 1 والموديل answer 1 صح، فهو اخد 1 من 1. هنا الحاجة الوحيدة اللي ما بيعمل لهش auto correct هو السؤال المقالي، هو الوحيد اللي بيقول ان انت لازم تدخل تحط الدرجة بنفسك. هنا هو جاوب برضو صح فاخد 5 من 5، وهنا هو ده ما كانش محطوط له سكور، يعني السكور بتاعه بزيرو فاخد 0 من 0. وهنا هنا مجاوب برضو صح فاخد 5 من 5. انا هنا مثلا هبتدي احط سكور للسؤال المقالي، انا احط هنا مثلا 4. لا الاول نجرب حتة ان انا احط 6، فهيقول لي ما ينفعش انت تحط درجة اكبر من الماكسيمم سكور بتاع السؤال. طب انا افترض ان انا عملت اوكي ورحت عملت سيف، برضو هينبهني، برضو يعني هو هنا هيجي ينبهني ويعلم لي ان اللي انت عندك هنا عملها بلون مختلف، ان هنا في السكور اكبر فما ينفعش ان نعمل سيف كده، فانا هحطها ب4 مثلا. هعمل سيف، طيب هنبتدي نشوف. هو طبعا بقى اوتو كوركت بترو، هنروح لهنا هو سيفه اهو ب4. تمام. وفي الناحية التانية عند عند الستودنت بيبتدي يظهر له الدرجة، احنا كنا مسميينه هنا
انا لسه الدرجة يعني بص ده الكويز نيم ده اللي ما ظهرش لحد دلوقتي الدرجة عشان انا لسه ما عملتش الاوبشن اللي هو شو ريزلت تو ستودنت. اول ما اضغط على الاوبشن ده كده هو بيقول لي شو ريزلت ستودنت صح بترو. فلو عملت هنا ريفرش هبتدي الاقي ان الدرجة ظهرت لي عند الستودنت. هنجرب مع بعض الاوبشن اللي هو بتاع الكوبي. هنا بقدر ان انا مثلا انا السؤال ده عاوز اعمل له كوبي تاني فبضغط هنا بيقولي هل انت متأكد انت تعمل كوبي للكويز. اوكي فعمل لي كوبي من الكويز بس الستيتس طبعا من غير السبميشن وكمان الستيتس بتاعته بتكون draft مش published. وابتدي بقى انا ادخل جوه لو عاوزه ابتدي اعدل حاجه فيه. هو بس هو بينقل لي كل الاسئله وكل سؤال بالاجابات بتاعته بكل حاجه. ده الكوبي كويز.